هنشوف في هذا التقرير بعضا من جوانب هذا الاحتفاء الصحفي المتنوع بتأهل الأهلي لنهائي دوري الأبطال. عاشت جماهير الأهلي ليلة سعيدة بعد الفوز على الترجي الرياضي ذهابا وإيابا والتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة 14 في تاريخه، ليلتقي كايزر تشيفز في نهائي البطولة المقرر له في 17 من يوليو المقبل في المغرب. واحتفت جماهير الأهلي بفريقها والمدير الفني بيتسو موسيماني الذي نال إشادة خاصة من وسائل الإعلام المحلية والعربية والقارية والعالمية، سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي. ولأنه الأهلي فرحته دائما كبيرة بين جماهيره وعشاقه، وهكذا تكون فرحته بين كافة وسائل الإعلام. قالت الأخبار: الأهلي يكتسح الترجي بثلاثية ويتأهل للنهائي الإفريقي بأهداف معلول وشريف والشحات التي وصفتهم بأنهم أصحاب الفرح الكبير، فيما وصفت أخبار الرياضة الأهلي بالجبار قائلة: يا جبروتك يا أهلي. والأميرة الإفريقية تنادي الأهلوية بعد أن فرم الترجي رايح جاي: نجوم الأهلي رجال ويستهلوا نهائي الأبطال. هكذا احتفت المساء بالأهلي بعد تأهله، وصفة محمد مجدي أفشة بالمعلم وأهداف محمد شريف باللسان الذي يتكلم من روعتها. وزادت المساء في وصفها للأهلي وقالت: الأهلي يا جماله، عد الترجي برجاله. ولم تختلف المواقع الإلكترونية في احتفائها بالأهلي عن الصحف، فقال موقع يلا كورة: خطوة للعاشرة، الأهلي يقيم حفلا على الترجي في رحلة خطف أميرته من كازابلانكا. فيما وصف في الجول الأهلي بالنسر الذي وصل محطته الأخيرة بعد ضرب الترجي بثلاثية لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا. ولشعبيته الجارفة في كل مكان، احتفت وسائل الإعلام العربية بالأهلي وانتصاراته، وكتب موقع العربية: الأهلي المصري يهزم الترجي ويبلغ نهائي أبطال إفريقيا. فيما كتبت صحيفة البيان الإماراتية: الأهلي يقسو على الترجي ويواجه كايزر تشيفز في نهائي أبطال إفريقيا. واحتفلت الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بتأهل الأهلي، وكتبت: الأهلي في نهائي دوري الأبطال مطاردا حلم العاشرة. وبين النجوم على السوشيال ميديا كان الأهلي نمبر 1، وكتب الإعلامي الإماراتي الكبير يعقوب السعدي: الأهلي يطرق باب العاشرة بعدما تجاوز الترجي ليمضي إلى حيث اعتاد ويعلن في مصر الأعياد. الأحمر لون أفريقيا الرسمي وناديها الأكبر وأسد الغابات وحارس الأمنيات. محظوظ من اختار الأهلي، سعيد كل أحمر، طريقه دائما أخضر. وزاد المعلق الرياضي في وصفه للأهلي وقال: بسم الله ما شاء الله، الأهلي سحر وجمال وإبداع. فيما قال المعلق الشهير بلال علام: الطريق إلى العاشرة قرره الأهلي، وأميرة الأبطال الإفريقية متلهفة للقاء بطلها الأوحد. مبروك النهائي 14 للأهلي، وقريبا اللقب العاشر في خزينة سيد إفريقيا. وانتقدت الصحف التونسية أداء الترجي، وذكرت صحيفة الشروق التونسية أن الأهلي نجح في إقصاء الترجي من بطولة إفريقيا بعد هزيمة ثقيلة بنتيجة 3-0 في مباراة الإياب فقط. وأشارت صحيفة الصباح التونسية إلى أن الأهلي حقق فوزا عريضا على الترجي، وأن المباراة انتهت من الشوط الأول. وكتبت صحيفة تونس الرقمية أن الأهلي أمطر أهدافه في شباك الترجي وأقصاه من البطولة.